ديزاين في البرمجه. فالديزاين هو كما تنقول واحد العلم بوحده، علم قائم بذاته. فالديزاين هو مجال التسويق الالكتروني، يعني الشخص انه يتعلم ديزاين غيكون يعني عنده واحد البوان فور في التسويق الالكتروني، من الناحيه ديال الديزاين ديالاش ديالو ديال اللاندينغ بيجز بالنسبه للديزاين، كذلك بالنسبه للديزاين ديال لي باج ديالو، بالنسبه للديزاين تغيط لي بوست ديالو في الانستغرام او في فيسبوك، او مثلا تامبنيل ديالو في اليوتيوب وهاد الامور، وحتى الفيديوهات ديالو. يعني الا كان عنده الديزاين ولا كاع مع المونتاج حتى الفيديوهات ديالو غيوليو حاجه اخرى. فكما تنقولوا الديزاين اون جينيرال لوديوال، حيت الديزاين تيدخل في لوديو فيزيوال، هو مفيد بزاف اي اونلاين بيزنس. واي واحد يعني بامكانه يافونسي في الديزاين فتنصحو انا يافونسي في الديزاين، ما كاينش مشكل. لكن الساس ديال هادشي كله، الساس ديال هادشي كله واساس يعني تحقيق نجاح حقيقي في هادشي، هو البرمجه، البروغرامين، انك تتعلم تكودي. لا تعلمتي تكودي غتولي فور في كل شيء، باش نكونوا واضحين. هذه من ناحيه الديزاين كما قلتي هو مزيان، لكن كيفاش غتستغلو في البرمجه؟ في البرمجه مفتوح الكيرف، الانترفيس باش تصاوب به الجرافيكال يوزر انترفيس. ديزاين تينفع في البرمجه الجرافيكال يوزر انترفيسز، وتينفع الافكت يعني باش دير لي زافي ديال لي لوجيسيال ديالك، لي زانيماسيون، داك الامور، وتخلق واحد لونفيرونمون. لا بغيتي تخلق اونفيرونمون للمستخدم اليوزر، تما فين غينفعك الديزاين.